بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا مشاهدينا الكرام، نحييكم مع انطلاقة الشوط السادس بمجموع هذه الأشواط. شوطنا السادس يحمل فئة الأبكار نسير مع هذا الشوط، نسير مع هذه الأسماء المميزة. أيضا تابعنا الشوط الماضي يذهب مع سلهود لمحمد بن سالم بن ديول الدرمكي، يسجل 4:28. نسير مع هذا الشوط، نسير مع هذه الأسماء المميزة إلى المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط. شواهين راشد بن علي بن محمد النعيمي، بينما المركز الثاني هنالك الظبي قادم، الظبي يقدمها فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، بينما المركز الثاني العليا مع المركز الثاني العليا ومع المركز الثالث بهذه اللحظات حمد بن محمد بن علي العيسائي، ورابعا هنالك مع المركز الرابع وصلت بهذه اللحظات ايضا لهايب محمود بن سالم بن سويدان الاغفيلي قادما يقدم لهايب، بينما المركز الخامس صبا خالد بن حمد بن سالم الاكتبي، والمركز السادس شخصية سيف بن مطوع بن شمال الظاهري قادما مع شخصية، بينما المركز السابع بهذه اللحظات تصل هنالك ظن لحمد باللهوم بن علي بن محامض اليامي قادما مع ظن بهذا الشوط، بينما المركز الثامن او المركز ايضا الثامن بهذه اللحظات الشاهينية هزاع بن علي بن راشد بن سلام التبي، بينما المركز التاسع وصلت هنالك الغزيل سعيد بن حمد بن قناص العامري، والمركز العاشر 8:8 حارب بن عبيد بن سالم الراشدي. هذه النتيجة متابعينا الكرام. أيها الحفل الكريم، نعود إلى البداية، نعود مع شواهين راشد بن علي بن محمد النعيمي، من يتواجد مع السلالة الشاهينية مع الكيلو الأخير، كيلو المنافسات، كيلو المفاجآت، كيلو الرقص بقيادة شواهين. أرى مع المركز الثاني هنالك القادمة لهايب قادمة مع محمود بن سالم بن سويدان الأغفيلي، بينما المركز الثالث وصلت الشاهينية الزاع بن علي بن راشد بن سلام الاكتبي، المركز الرابع شخصية سيف بن مطوع بن شمال الظهري قادما مع شخصية، المركز الخامس صبا 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 مع مبارك بن سالم بن مبارك الشامسي. الله الله الله، بدأت التحديات. المركز السادس أرى هنالك صبا أيضا، صبا لمبارك بن سالم بن مبارك الشامسي، ولكن بعود إلى البداية. الله يا سلام يا سلام، التحدي، المعركة ثلاثية، الكوكبة ثلاثية، ولكن لهايب بدأت تلهب الشوط. محمود بن سالم بن سويدان الغفيلي، وهنالك الشاهينية مع بن سلام الكتبي، مع بن سلام. يا سلام يا سلام يا سلام، وصلتنا الشيخة الشيخة الشيخة
الشيخه مع الوهيبي، الوهيبي الوهيبي في الامتار الاخيره، الشيخه حمد بن علي بن حامد الوهيبي من فاجانا بالامتار النهائيه بالامتار الخطيره، الشيخه مع المركز الاول من تنتزع الفوز والانتصار بالامتار الاخيره، حمد بن علي بن حامد الوهيبي مشكور يا ابو علي على هذا الاداء المميز. المركز الثاني، المركز الثاني شاهينية هزاعة بن علي بن راشد بن سلامة الاكتبي، ثالثا المركز الثالث المركز الثالث من ذي على احضر. المركز الرابع وصلت شخصية سيف بن مطوع من شمال الظاهري، والمركز الخامس لهايب محمود بن سالم بن سويدان الغفيلي. هكذا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء تابعنا التحدي، تابعنا الاثارة، التوقيت الزمني 4 دقائق و30 ثانية.